ايه هو الدي تي اتش كلاسيفيكيشن؟ طبعا هو ليه درجات. اول درجه بيقول عليه سب لاكستبل دي دي اتش او سب لاكستبل هيب جوينت، تاني درجه دوس ديسلوكيتابل هيب جوينت، تالت درجه سب لاكسيد هيب جوينت، رابع درجه ديسلوكيتد. يبقى سب لاكستبل يعني قابل انه يحصل له سب لاكسيشن، دوس ديسلوكيتابل يعني قابل انه يحصل له ديسلوكيشن، وسب لاكسيد اصلا في سب لاكسيشن، وديسلوكيتد يعني اصلا في ديسلوكيشن. ازاي بنفرق ما بينهم؟ عن طريق حاجتين، الريليشن او البوزيشن بتاع الفيمورال هيد ان ريليشن تو الاسيتابيلم، والديسبيسمنت، هل بيحصل له ديسبيسمنت ولا لا. في حاله السبلاكسيتابل كلاسيفيكيشن بتبقى الفيمورال هيد انسايد الاسيتابيلم بس بارشلي ديسبيسد اوت فروم اندر ذا اسيتابيلم، بيبقى سبلاكسيتابل بتبقى الفيمورال هيد انسايد الاسيتابيلم نورمالي، بس ممكن ان هو يحصل له بارشلي ديسبيسمنت اوت الاسيتابيلم، يطلع بره الاسيتابيلم بس مش كل الهيب جوينت بتطلع بره، لا ده جزء منها بس اللي بيطلع بره، ده بنسميه سبلاكسيتابل. يعني هو انسايد الهيب جوينت سواء كان سبلاكسيتابل او ديسلوكيتابل، بيبقى انسايد الاسيتابيلم، بيبقى الهيد بتاعت انسايد الاسيتابيلم، بس في حاله السبلاكسيتابل بتبقى لايبل ان يحصل لها سبلاكسيشن، يعني بارشل هيد ديسبيسد اوت اوف ذا اسيتابيلم. في حاله الديسلوكيتابل بتبقى الهيد برضو انسايد الاسيتابيلم وذين الاسيتابيلم تمام، لكنها لايبل ان يحصل لها فولي ديسلوكيشن ديورينج البارلوز مانوفر اللي احنا هنشوفه دلوقتي في الابلكيشن ازاي بنعمل بارلوز. لو جينا نعمل بارلوز تيست هنلاقي ان الهيد في حاله الديسلوكيتابل كلاسيفيكيشن الهيد بيحصل لها لايبل ان يحصل لها فولي ديسلوكيتد اوتسايد الاسيتابيلم. دي الدرجه الثانيه من الدي دي اتش اللي هي فيها اللي هي ديسلوكيتابل اللي فيها الهيد انسايد الاسيتابيلم ولايبل ان يحصل لها ديسلوكيشن لو احنا بنعمل البارلوز تيست.